فضيلة الشيخ عفى الله عنك، قلنا أن السنة عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة هي سنة ثابتة وصحيحة، وهذا صحيح، لكن هناك بعض الإخوان في السودان يريدون علينا شبهة، وهي يقولون أن عثمان رضي الله عنه فعل هذه السنة في السوق، فمن أراد أن يطبق سنة عثمان رضي الله عنه فليفعل في السوق، لكن لا يؤذن في المسجد الواحد أذانين. فكيف نرد عليهم؟ جزاك الله خير. نرد عليهم بأن عثمان رضي الله عنه جعله في السوق لأنه ليس هناك مكبر صوت، لو أذن في المسجد أو قريبا من المسجد لم يسمعه أهل السوق. أما الآن فالحمد لله كبير الصوت موجود. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مؤذنان في المسجد الواحد، بلال وابن أم مكتوم، مؤذنان في مكان واحد. نعم.